بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نكمل بعد شهر رمضان قراءة وتعليق على حاشية الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية، ووقفنا على ثالث ناقد من نواقض الوضوء. الوضوء ينتقد بخمس نواقض اللي يسموها أسباب الحدث أو يسموها الأحداث الصغرى التي تستوجب الوضوء، حتى يميز بينها وبين الحدث الأكبر الذي يستوجب الغسل. فالوضوء ينتقد بخمسة أشياء عند مذهب السادة الشافعية: خروج شيء من السبيلين، والنوم ثاني حاجة، النوم وتكلمنا عليه إذا كان نائما غير ممكن مقعده من الأرض، وثالث حاجة زوال العقل بسكر أو مرض أو نحوه، رابع حاجة لمس المرأة الأجنبية، خامس حاجة مس الذكر وحلق دبره على الجديد. يبقى خمس أشياء ينتقد بها الوضوء، سهل، كل مسلم لازم يكون حافظ، لأن عيب عيب يعني ان المسلم ما يعرفش نواقض الوضوء. كنا في الاعتكاف الماضي، واحد معانا شغال في شركة كبيرة وبيحكي لي ان رئيس قطاع من قطاعات هذه الشركة رجل كبير يعني سنه فوق 50، ولاحظوا الناس انه في مكتبه يدخل الحمام ويخرج يصلي، يعني بعد ما يدخل من غير ما يتوضأ، والناس محرجة تسأله يعني لأنه راجل كبير مسؤول كبير، كلهم موظفين صغيرين. فتجرأ أحدهم وسأله، قال له يعني هو حضرتك بتتوضأ إزاي وأنت بتطلع مش مبلول كده؟ قال له ليه أتوضأ؟ أنا بدخل الحمام، أنا خارج من بيتي الصبح متوضي، فطالما خارج الصبح من بيتي متوضي بقى خلاص. يقوم يدخل يتبول ويطلع يصلي. تصور، مش عارف نواقض الوضوء، فوق 50، فوق 50 سنة ما يعرفش نواقض الوضوء، حاجة يعني صعبة. فما تستهونش، لا تستهين بمثل هذه الدروس، ما تفتكرش انها دروس هينة، لا، الدروس هامة. امشي في الشارع كده، وقف الناس اللي واقفين زي ما بيعملوا البرامج التلفزيونية دي، واسأل الناس نواقض الوضوء ايه، محدش هيقولها لك كاملة الا يكون بقى ايه مذاكر او حضر درس زي، لكن مش هيقولها لك كامله، هيقول لك حاجه او اتنين ومش هيعرف يكمل. ليه؟ ودي حاجات اساسيه لكل مسلم. انا مش هقول لك قول له ايه هي النجاسات، مع ان الفرق بين المسلم والكافر التحرز من النجاسه، يبقى لازم المسلم يبقى عارف ايه هي النجاسات عشان يتحرز منها. طب اسال اي مسلم ماشي في الشارع ايه انواع النجاسات اللي تعرفها، هيقول لك حاجه او اتنين. طب والباقي فين؟ ما يعرفش. ليه كده؟ ليه كده واحنا عايزين نجاهد وعايزين نفتح البلدان وعايزين ندخل الناس في دين الله افواجا؟ هندخله في دين الله افواجا واحنا نعلمهم الدين دينهم ازاي؟ اذا كنا احنا لما هندخلهم يبقى احنا مشايخهم، فازاي نبقى مشايخهم؟ يبقى احنا كده هنخرجهم من دين الله افواجا، مش هندخلهم في دين الله افواجا. وعرفت بقى ليه ربنا موقف الجهاد؟ عرفت ليه ربنا موقف الجهاد؟ لان مفيش حد يصلح انه يفتح البلدان ويعلم الناس. لما يبقى في هذه النوعيه ربنا هيرجع القياده تاني ويرجع الجهاد تاني. انما هتفتح البلاد وانت مش عارف النجاسات، هتروح انت فتحت امريكا، طب اقعد مع الامريكان قول لهم ايه انواع النجاسات عشان يتحرزوا منها، وثيابك فطهر والرجز فهر. للاسف بقت الحكايه من كتر ما الناس تركت امور دينها بقت حماسه بلا علم، دروشه. احنا نسميها دراويش، يا ريت حتى ما حصلناش الدراويش.
فلازم الواحد يكون عنده علم واضح. ايه هي نواقض الوضوء؟ خمسه. ايه كذا وكذا وكذا وكذا، واضح، حاجه واضحه. ايه انواع النجاسات؟ كذا، واحد اتنين تلاته اربعه، كده واضح، ما يخرش الميه، عشان يبقى عنده علم، عشان يعرف ينقله لغيره، ينقله لاولاده، لمراته، لاخته، لزمايله في العمل، وهكذا. احنا كنا وقفنا في نواقض الوضوء على الناقد الثالث من الكتاب، يقول: والثالث زوال العقل، اي الغلب عليه بسكر او مرض. احنا بنقرا الاول الهامش وبعدين بنقرا بعد كده الحاشيه. بسكر او مرض او جنون او اغماء او غير ذلك. دي الناقد الثالث. احيانا يقول لك نواقض الوضوء اربعه، يعتبرك ان النوم وزوال العقل حاجه واحده، يعدهم حاجه واحده، كويس؟ واحيانا يخليهم خمسه، يخلي النوم رقم ويخلي زوال العقل رقم، سهله. لكن الاولى ان نخلي زوال العقل ناقد منفصل. ليه؟ لان زوال العقل حتى لو كنت ممكن بقعدتك برضه ينقض الوضوء، انما النوم لا ينقض الوضوء الا لو كنت غير ممكن المقعده، فيبقى في فرق بينهم. في فرق بينهم. يعني لو واحد اغمى عليه وهو ممكن مقعدته من الارض انتقد وضوءه برضه. فهمت ازاي؟ بخلاف النائم، لو نام وهو ممكن مقعدته من الارض لا ينتقد وضوءه على هذه الكيفيه. واضح؟ يبقى في فرق بينهم، عشان كده الافضل اننا نعدهم رقمين، ما نخليهمش حاجه واحده. فبيقول هنا: والثالث زوال العقل. وتكلمنا على الفرق بين العقل والعلم، هل العلم افضل ولا العقل افضل؟ لان العقل العلم بيحوي العلم. يعني انت عندك الكوب ده فيه الماء، الكوب افضل ولا الماء افضل؟ ما من غير الكوب ما انت مش هتعرف برضه تحصل على الماء، خد بالك يعني. لكن الكوب افضل ولا الماء افضل؟ لا شك ان الماء افضل، مش كده برضه؟ الا ان هذا الامر اختلط عند العلماء وقالوا لان العقل مناط التكليف، والتكليف علم، ولولا العقل مش هيبقى فيه علم، فاصبح شرطا له. فجاء الامام ابن حجر الهيتمي قال ان رايه ان العقل افضل من العلم. العقل افضل من العلم. الشيخ الرملي اللي كانوا يسموه الشافعي الصغير، عالم مصر في القرن التاسع الهجري، كان اسمه محمد الرملي، قال: لا، العلم افضل، العلم افضل. وعملوها شعر كده، شعر ظريف احنا كنا قرأناه، نقرا تاني. عملها شعر ان العلم والعقل بيتناقشوا مع بعض مين الافضل، فده بيقول دليله وده بيقول ده، بيتصور ان العلم بيتكلم والعقل بيتكلم، قاعدين بيناقشوا بعض. فبيقول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. العلم قال: أنا أحلى، مفيش أحسن منك، أنا أحرزت غاية الشرف. العقل بقى قال له إيه؟ أنا الرحمن بي عرف. مش الناس بيقولك ربنا عرفوه بالعقل؟ يبقى أنا الرحمن بي عرف. فالعلم بقى: فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ ربنا اتصف بالعلم ولا بالعقل؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فهمت ازاي؟ ده عملوها شعر يعني كده عشان ايه تنبسط منه. الخلاف ده لا طائل من ورائه، لكن ده خلاف عقلي ظريف كده بتقعد تناقش، لكن لا طائل من وراه، مش هينبني عليه علم، لكن هي بيبين لك يعني قد ايه الطرافه اللي بتحدث بين العلماء في مناقشه بعض الامور حتى التي لا ينبني عليها عمل. اي الغلب عليه، انما فسر الشارح زوال العقل بالغلب عليه، لان العقل بمعنى الصفه الغريزيه. العقل قد يكون هي الصفه الغريزيه، وده لا يزيلها السكر والمرض والإغماء، بل لا يزيلها إلا الجنون اللي هو الإدراك. الصفة الغريزية اللي هو الإدراك، إدراك الوقت والأشخاص والأحوال. يعني يدرك إنه بردان أو حران، إنه عطشان أو جعان، أو يدرك إن الوقت بالليل أو بالنهار، أو يدرك إن هو قاعد في المسجد مش في البيت، أو يدرك إن هو اللي قاعد جنبه ده صديقه اللي اسمه كذا.
فإذا أدرك مثل هذه الأشياء يبقى اسمه عاقل، دي صفة غريزية. لو اختل هذا يبقى اختلت الصفة الغريزية، لأن العقل بمعنى الصفة الغريزية لا يزيلها السكر والمرض والإغماء، بل لا يزيلها إلا الجنون. نعم ينغمر بذلك، يعني ينغمر العقل بالإغماء وبالسكر وبالمرض فيستتر، وهذا إنما يحتاج له إذا أريد العقل الغريزي. أما إذا أريد التمييز، لو أريد بقى بالعقل هو التمييز ذاته بس مش الصفة الغريزية اللي هي ما بتزولش كما هو أحد إطلاقيه، فلا حاجة لذلك، لأن التمييز يزيل جميع ذلك. التمييز بيزيل النوم والسكر والمرض والغماء وكله، لكن بمجرد انه يفوق النائم خلاص مش هيقول انا فين، هيبقى عارف انه في بيته وكان نايم الساعة كذا وهكذا، يبقى عارف كل حاجة، بخلاف المجنون. المجنون حتى لو سألته ما يعرفش، يبقى فيها فرق يعني. واما قول المحشي انما فسره بذلك اللي الغلب عليه لاخراج النوم فلا يتكرر ففيه نظر، لان هذا تفسير يشمل النوم لانه يغلب العقل، ولذلك قال الغزالي الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره والنوم يستره. كلها تعريفات عند الفقهاء دقيقة علشان يعلمك ازاي تفرق بين المتشابهات، عشان هو بيعدك انك انت تكون راجل قاضي تفرق بين المشتبهات ازاي. امر الامور المشتبهة اللي كل الناس تشوفوها حاجة واحدة، انت لا تشوفها مختلفة، فتدي لكل شيء حكمه، علشان كده يكون عندك دقة. مش كله الناس لما العرب تركوا علوم الدين والفقه وبقوا اي كلام فبقوا يضربوا بيهم المثل، يقول لك كله عند العرب صابون، يعني ما بيميزوش بين ايه بين المتشابهات. وده على العرب بتوع اليومين دول، لكن العرب الحقيقيين بتوع زمان دول كانوا هم اللي علموا العالم الدقه الحقيقه كده، اللي علم العالم كله الدقه هم العرب. ده نقلوا حتى اللهو بتاعهم بالاسانيد، حتى اللهو والمجون والفجر بتاعهم نقلوه بالاسانيد، كتاب الاغاني وكتاب ابو اسحاق الموصلي اللي هو بيتكلموا في حاجات الفجر كله جايبه بالاسانيد، يعني حتى الفجر نقلوه بالدقه. فما بالك بقى كل حاجه تانية مهمه. القران نقل ازاي؟ نقل حتى مش بالحرف، ده بالنبره، حتى بمده نطق الحرف، بطريقه نطق الحرف، بمخرج الحرف، بصفه الحرف. مش يعني هم ما قدروش يحافظوا على التوراة والإنجيل بحروفها بس، غير منطوق. المسلمين حافظوا على القرآن مكتوب ومنطوق، ومش منطوقه بس، بطريقة الأداء وبطريقة نطق كل حرف ونبرة كل حرف ومخرج كل حرف. شوف دقة العرب. عشان كده لما تيجي تقرأ في الكتب دي انت بتتعلم منها الدقة، ازاي تميز وتفرق بين المتشابهات، ادي المسألة كلها. وأما التكرار فيندفع بأن المراد زوال العقل بغير النوم كما تقدمت الإشارة إليه. بسكر، يعني لو واحد سكر شرب خمر انتقد وضوءه ولا لم ينتقد وضوءه؟ ما دي مسألة. صحيح الخمر حرام، أنا معاك، من الكبائر أنا معاك، لكن أقول له قوم اتوضى ولا ما تتوضاش، دي مسألة تانية، يبقى دي مسألة تانية. ما هو مش تناول النجاسة ما ينقضش الوضوء، يعني أنا مسكت شوية بول وقعوا على إيدي وانا متوضي، حاجته في ايدي مش هتوضى. شارب نجاسه حرام، شارب بول ما انتقدش وضوء، لان احنا قلنا نواقض وضوء خمسه، فيها شرب نجاسه طب خلاص بقى، فيها كذب، فيها اكل اموال اليتامى، طب ما هو دي الحاجات دي مكبائر لكنها مش من نواقض الوضوء. يعني ممكن ياكل اموال اليتامى وما ينتقدش وضوء، شفت ازاي بقى في فرق؟ يبقى المساله عايزه الواحد يميز من الامور. فالسكر حرام من الكبائر. طب افرض سكر وهو متوضي وحب يصلي، نقول له اتوضى ولا ما تتوضاش؟ دي مساله بقى ثانيه، دي مساله ثانيه. فلازم اميز بين الامور، مش ابقى راجل عمي، ايه ده مجرم سكر وعايز يصلي كمان المجرم ده؟ طب انت هتمنعه من الصلاه؟ ممكن يتوب. انت دلوقتي هتمنعه من الصلاه؟ ممكن يتوب. انت مال، انما شغل العوام يقول لك هاتوه اضربوه مجرم، ايه المجرم ده؟ ممكن يتوب يبقى ولي ويبقى احسن منك. فهمت؟ احنا عندنا السكر لو متعدي في معظم الاحكام في فقه الشافعيه، اذا كان متعديا بسكره
يبقى نغلظ عليه فنجري عليه سائر الاحكام تغليظا. فاذا قتل انسان وهو سكران يقتص منه، ما نقولش ده كان غايب ليه طالما متعدي بسكر. اذا سرق يقطع يده وهو سكران، اذا زنى يجلد او يرجم وهو سكران، مع انه زال عقله جزاك الله خير، مع ان زال عقله. فهمت بقى المساله؟ لانه متعدي بسكر. افرض سكران وسق عربيته وخبط عربيتك ام بوظها، مسؤول انه يصلحها لك، متعدي مسؤول انه يصلحها لك. وهكذا قتل انسان داس عليه وهو سكران يدفع ديته، وهكذا. ليه؟ لانه متعدي بسكره. لكن لو مش متعدي بسكره، يعني كان فاكر ان دي ميه طلعت خمره فشربها كان عطشان فسكر، ما كانش يقصر، ما كانش يعرف انها خمر، ده مش متعدي بسكر. او شربها مكره، فهل لو طلق زوجتي وهو متعدي بسكره تطلق؟ تطلق، كويس، وهو متعدي بسكره. طب افرض شرب الخمر وما يعرفش انها خمر، مش متعدي بسكر، وطلق زوجته، لا يعتد بطلاقه، ما نقولوش ان مراتك طلقت، خدت بالك؟ يبقى المساله هنا لازم تاخد بالك منها. لكن في باب الوضوء لا، في باب الوضوء لو سكر سواء كان متعديا بسكره او كان متعمدا، غير متعدي يعني، لو متعمد او ينتقد وضوء، لان العبره هنا بزوال العقل، وزوال العقل هيخليه قدرته على ضبط مخارج جسمه ضعيف، فممكن يبول ويخرج ريح وهو مش داريه. ويبقى احنا في الحاله دي السكر ينقض الوضوء سواء كان متعديا بسكره او غير متعدي بسكره. كان اكره على شرب الخمر، او ده لما يكره على شرب الخمر مثلا، واحد حاطط المسدس وقال له يا تشرب خمر يقتلك، فشرب الخمر وسكر، يبقى هو لا يأسم بشرب الخمر لكن ينتقد وضوء، خدت بالك؟ ينتقد وضوء. فاذا طلق زوجتي وهو شرب الخمر على هذه الحاله اللي فيها الاكراه الملجئ، يبقى نقول له لا تطلق زوجتك. وعلشان كده طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره لا يقع، مش كده؟ علشان كده الستات اللي بتخلع ازواجها والزوج مش موافق والقاضي يحكم بخلع الزوجه والزوج مش موافق، ده اسمه طلاق المكره لا يقع، وتفضل على عصمته ديانه وتطلق قضاء، ولو اتجوزت غيره تبقى زانيه. لازم الناس تعرف كده. وعشان كده قانون الخلع الحالي ده غير دستوري، قانون الخلع الحالي ده غير دستوري، ولازم النساء تعرف كده. غير دستوري، لان الدستور بيقول الشريعه الاسلاميه هي مصدر، فاحنا بنتكلم في القانون بنتكلم على الدستور، فالقانون ده غير دستوري لانه مناقض للشريعه الاسلاميه، لان الخلع يكون بالاتفاق، فهو عقد بين الزوجه وزوجته على طلاق بمقابل، بحيث ان الزوج يبقى موافق. فاذا رفض الزوج المقابل يبقى لا ما ينفعش الخلع. عايزه تتطلق تقوم تثبت الضرر بقى، دي طريقه ثانيه. يبقى طلاق بضرر، مش هتدفع له مقابل، وتجيب شهود انه بيضرها، دي مساله ثانيه. فهمت ازاي؟ يبقى ساعتها القاضي يطلقها للضرر، لثبوت الضرر. انما الخلع دي مساله ثانيه، ده هي اللي بتطلق نفسها، بتدفع مقابل والزوج يوافق، عقد طلاق على عوض بموافقه الزوج. وعشان كده مشايخنا بتوع زمان ما عملوش في القانون، قالوا لانه مش محتاج يتعمل له قانون. لان هم الاثنين قاعدين مع بعض كده بيشربوا كوبايه شاي بيتفقوا، تطلقني؟ لا والله انا مش عايز اطلق. طب تاخد كام وتطلقني؟ لا والله انا كنت كاتب لك الشقه اللي في مارينا والفيلا اللي في الساحل الشمالي وعشر فدادين في الحته الفلانيه، فدهم لي وانا اطلق. تقول له خلاص خدهم، يقول لا خلاص هاتي المحامي اكتبي تنازل، اتفقوا. ما عايزه محكمه دي؟ مش عايزه محكمه، صح؟ وعشان كده القضاء زمان، القضاة الشرعيين، ما حطوش الخلع في القانون. قال لك لأنه مش محتاج قانون ومش محتاج قضاء، لأن لو الزوج مش موافق على العوض أنا ما أقدرش كقاضي أطلقه. فهمت إزاي؟ أنا كقاضي لا أستطيع، لأني بقيت كده كأنه أصبح مكره على الطلاق. فإذا أكره على الطلاق بحكم القاضي وهو مش موافق عليه، الطلاق لا يقع ديانة، وإن كان القانون حاليا يقع قضاء. فيبقى هي قدام ربنا مدانة، لو انقضت عدتها واتجوزت غيره بقت زانية، لأنها ما زالت على ذمته قدام ربنا، لكن قدام الحكومة متطلقة.
شفت بقى العك اللي بيحصل، شفت العك اللي بتعمله الستات في نفسها علشان بيمشوا ورا شوية صحفيات علمانيات مش فاهمين حاجة في الدين، وهم اللي عايزين يغيروا القوانين. زي الراجل ما بيطلق الست تطلق، ما ينفعش الست تطلق بحدود، في حدود شرعية معينة. يبقى بسكر، يبقى السكر هنا او اي ولو لم يتعد به، يعني ينتقد وضوءه بالسكر حتى ولو لم يتعد به، سواء كان يعني مكره او خطأ او تعمد، فينتقد وضوءه وان لم يأثم به، طالما بغير تعدي لا يأثم. وهو زوال الشعور، السكر ده ايه؟ هو زوال الشعور مع بقاء القوة والحركة في الاعضاء. وعلم من ذلك ان اوائل السكر التي لا يزول فيها الشعور لا تنقض الوضوء وهو كذلك. يعني لما يبقى واخد اول كاس كده بيبقى منتشي لسه ما زالش، وضوءه ما انتقدش وممكن يقوم يصلي. كون بقى ربنا يقبل صلاته او لا دي مساله ثانيه، دي مساله بقى ثانيه خالص، دي قصه ثانيه. لكن احنا بنتكلم وضوءه صحيح وصلاته صحيح، ولو صلى امام بالناس ما نقولش للناس عيدوا الصلاه. شفت قد ايه سكارى يعني في فاقد العقل، سكارى يعني فاقد العقل، لانه الثاني سبب نزولها ايه؟ سبب نزولها انه هو سكر فقد عقله، فقال قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون، فبقى مش مميز يعني فقد عقله. احنا بنتكلم بدايه قبل ما يزول العقل، دي مساله ودي مساله، فلازم نميز بندود. ايوه إذا كان في حالة اللي هو اسمه طلاق الغضبان، طلاق الغضبان يقع إذا وصل إلى درجة من الغضب يهزي بحيث أنه لا يدري من الذي أمامه، يبقى لا يقع، لأنه وصل لدرجة الهزيان، يعني بحيث يبقى أبوه قدامه مش عارف إنه أبوه، وإخواته قدامه مش عارف، بقى بيهز. وده أظن ما حدش بيوصل للمرحلة دي، كل اللي بيطلق بيطلق وهو دريان، بس غضبان وكل حاجة وهو دريان. ما هو لازم اللي هيطلع هيبقى غضبان، ولا هو ما هو لو راضي هيطلق ليه يعني؟ وهم قاعدين كده في ساعه صفا يعني هيقول لها روحي انت طالق يعني؟ ما هو مش هيطلق امه، لازم يبقى غضبان. الغضب يقع طلاق الغضبان ان كان في كامل وعيه، ان فقد وعيه وصار يهزي فيبقى لا يقع طلاقه في هذه الحاله. خدت بالك؟ لانه مش مدرك ما يقول. يبقى في فرق بين الغضبان اللي يؤاخذ باعماله والغضبان الذي لا يؤاخذ. فهمت المساله؟ أو مرض، يعني يزول عقله بمرض أو سكر. مرض أي بحيث يكون كالإغماء، واحد أغمى عليه، واحد كده شاف واحد مجروح، ففي ناس أول ما تشوف الدم يغمى عليه، وكان متوضى راح شاف الدم ده سقط كده فوقوه قام، والظهر جدا وكان خارج من بيته متوضي، نقول له لا روح اتوضى، يبقى الإغماء ده نقض وضوء. مش يقول لك أصل أنا خارج الصبح متوضي، ما ينفع، هو سقط من طوله وإمتى انتقض وضوء. بحيث يكون كالإغماء، فإذا غلب على عقله من المرض انتقض وضوءه. أو جنون، ومنه الخبل والماليخوليا، اللي هو السنجي يقول لك مناخوليا أو ماليخوليا، هي مناخوليا لأنها مانيا، بالإنجلش يسموها مانيا اللي هو جنون، فيقول لك مناخوليا، واخد بالك؟ بالعربي يقولوا ماليخوليا، وهي كلمة معربة، يبدو أنها بقى لاتينية فارسية شيء من هذا يعني. وغيرهما من بقية أنواع، وهو زوال الإدراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء. ده تعريف إيه؟ الجنون، زوال الإدراك بالكلية مع بقاء الحركة، تلاقيه بيتحرك كده لكن مش مدرك. أو إغماء أي بغير مرض لذكره قبل، يبقى قد يكون المرض سبب للإغماء وقد يكون الإغماء من غير مرض، كويس؟ كل ده برضو ينقض الوضوء. والا فهو من المرض، ولذلك جاز على الانبياء، يعني جاز على الانبياء الاغماء، كان النبي يغشى عليه في مرض وفاته وبعدين يصب عليه الماء يفيق صلى الله عليه وسلم، فيبقى الاغماء جائز على الانبياء. وهو زوال الشعور من القلب مع الفتور في الاعضاء، ده تعريف الاغماء. وهو غير ناقد في حق الانبياء اصلا، لان النوم في حق الانبياء لا ينقض، والاغماء في نوع من النوم، نوع زي النوم، فالنوم لا ينقض وضوء الأنبياء، كذلك إغماء الأنبياء لا ينقض وضوء. وهو غير ناقد في حق الأنبياء كالنوم. ومن الإغماء ما يقع في الحمام، في بعض الناس لما يقعد في الحمام كده ويستحمى بمية دافية أو مية ساعة يجي له نوع من الإغماء كده يفوق ويفوقوه، وده لو كان ناوي رفع الحدث وبعدين فوقوه عليه يتوضى تاني،
مش يقول لك ما انا مستحمي بقى وخد. فهمت ازاي؟ لو حصلت له الحكايه. ومن الاغماء ما يقع في الحمام وان قل فينقض الوضوء فليتنبه له، فانه يغفل عنه كثير من الناس. يعني يغفل عنه على اساس انه جاي من الحمام بقى، يقول لك ما خلاص بقى انا متوضى، طالما اغمى عليه يبقى يتوضى. او غير ذلك كالسحر، واحد سحر فتاثر عقله بالسحر. دلوقتي نادر الحاجات دي، مش موجوده بين امه النبي، موجوده هناك في اوروبا وفي امريكا وفي غابات افريقيا وفي البلاد دي، انما بين المسلمين مش موجود. انا بقول لك كلام انا واثق فيه، كلام واثق فيه مش دجل. الدجالين بيلعبوا بين المسلمين وجهله. مفيش سحر في امه النبي دلوقتي في البلاد الاسلاميه، السحر في البلاد الكفره بس. لكن المسلمين الاذان بيؤذن 5 مرات في اليوم والليله، مفيش ساحر يعرف يشتغل، خلاص وقف وعمل السحر. اي حاجه ثانيه انت تقول عليه سحر ده مرض نفسي، روح اتعالج منه بقى. فهمت ازاي؟ او مليخولي صرف بقى، لكنها مش سحر. امه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ربنا عصمها من هذا. النبي لما سحر ونزلت كل اعوذ بربنا كل اعوذ برب الناس، قال للناس ايه؟ قد كفيتم. واضحه كلام النبي واضح، كفيتم انتهى. وعلشان كده السحر مش موجود في وسط المسلمين، نادر نادر العمل فيه. لكن في الاديره في الصعيد بين النصارى، واخد بالك، وفي وسط الكفار في امريكا وفي اوروبا وفي الحته دي، لكن مش في المسلمين. افرض بقى راح قعد في امريكا وسحروه وتأثر مخه، يبقى ينتقد وضوء. فهمت ازاي؟ لكن في مصر هنا وفي البلاد الاسلاميه مفيش الكلام ده، محدش يعرف يسحر. خلاص محدش، اذاعه القران الكريم شغاله تحرق قبائل من الجن. ليل نهار اذاعه القران الكريم شغاله في الاثير كده. تحرق لك، مفيش واحد يعرف يشتغل، يشتغلوا ازاي؟ وقف حالكم خلاص. وما يحصل من تناول دواء برضه زي المخدر الكلي. خد حقنة مخدر كلي فنام خالص وبعدين فاق وكان متوضى، يقوم يتوضى. واخد بالك؟ زي ما يدوا له حقنة يفتحوا له خراج، يدوا له حقنة يكشفوا عليه حاجة مؤلمة وبعدين فاق على طول. في ساعات بنج سريع كده، أو بنج طويل، عملية جراحية طويلة سيان. طالما غاب عقله بمخدر كلي يبقى انتقد وضوءه، يقوم إيه بعد كده يتوضى. والرابع أي من نواقض الوضوء لمس الرجل المرأة. وعلى مذهب الشافعية لمس الرجل المرأة بغير حائل، البشرة على البشرة، بحيث أن تكون المرأة أجنبية عنه، أي لا يجوز له أن يتزوجها على سبيل التأبيد، لا على سبيل التأقيت، يعني محرمة على التأبيد، ويكون وصل إلى حد إدراك الشهوة ولو لم يبلغ البلوغ المعتاد ينتقد وضوءه. كويس؟ ده رأي الشافعية كده في المسألة، والمسألة دي فيها خلاف في المذاهب الأخرى، فهنقرأ احنا مذهب الشافعية فيه. لمس الرجل المرأة هكذا في بعض النسخ، والإضافة فيه من إضافة المصدر لفعله. لمس الرجل، لمس ده إيه؟ مصدر. الرجل مضاف إليه، أضفنا الرجل اللي هو فاعل اللمس إلى مصدره، يسموه إضافة المصدر لفاعله. فهم؟ وقد يكون إضافة المصدر لمفعوله، لأن نفرض بقى ملموس، افرض المرأة هي اللي لمسته مش هو اللي لمسها، برضه انتقد وضوءه. فقد يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وقد يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. فهمت المسألة دي؟ خد بالك. زي إيه؟ فمن تاب بعد ظلمه وأصلح. ظلمه، الهاء هنا مش ضمير، ضمير اسم، هي حرف زي بس اسم. وظلم دي مش مصدر؟ مصدر. يعني بعد ما ظلم نفسه تاب، يبقى هو الفاعل، يبقى اضفنا المصدر اللي هو الظلم الى فاعله. مش كده برضه؟ مشهوره. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. مش كده برضه؟ يبقى قد يضاف المصدر الى فاعله. واخد بالك ازاي؟ زي برضه، واحيانا يضاف المصدر لمفعوله. زي مثلا ايه؟ زي في القرآن برضه، عايزين نجمع من القرآن، في سورة الشورى. في سورة الشورى بيقول لك إيه؟ وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. ف
فمن تاب بعد ظلمه فمن الآية بتقول إيه اللي بعد كده؟ ولمن صبر وغفر. لا لا إن لا الآية اللي قبلها على طول ولمن انتصر بعد ظلمه. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر لنفسه بعد ظلمه أي وقوع الظلم عليه. يبقى أضفت المصدر لمفعول أهي، يبقى قد يضاف المصدر لمفعول. ومنها لما أما واحد يظلمك ويحصل له حاجة حادثة ولا بتاع تقول إيه شوف بظلمي، يعني لما ظلمني عمل، يعني ضفت المصدر لمفعولي مش كده برضو. ومنها برضو أو بذنبي، يقول شوف بذنبي يعني الذنب اللي فعله فيا، يبقى أضاف المصدر لمفعولي. ومنها برضو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في آية الفتح، أي الذنب الوقع عليك من قومك، لأن النبي معصوم من الذنوب أصلا لا يفعله، فهي مش من باب إضافة المصدر لفاعله بل من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب قومك قبلك فيهديهم للإسلام ببركة دعوتك اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فهمت إزاي؟ يبقى هذا كله وارد في القرآن، يبقى قد يضاف المصدر لفاعله وقد يضاف المصدر لمفعوله. فهنا بيقول لك لمس الرجل المرأة، الإضافة فيه من إضافة المصدر لفاعله، إن جعل الرجل فاعلا والمرأة مفعولا يعني ملموسة، أو من إضافة المصدر لمفعوله. على عكس ذلك إن جعل الرجل ملموسا والمرأة لامسة. واضح؟ وفي بعض النسخ لمس المرأة بإسقاط الرجل من كلام المتن، لكن زاده الشارح ويجري فيه ما ذكر من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله، وزيادة الرجل على بعض النسخ مغير لإعراب المتن اللفظي، لأن في بعض النسخ أما يبتدوا يعربوا المتن كده فلما نزود كلمة الرجل هيغير الإعراب، هيبقى فيه مضاف إليه ومش موجود، وهو معيب عندهم، معيب إن احنا نزود على متن المصنف كلمة تغير إعرابه، لأن ده من باب دقة مراعاة اختيار المصنف لألفاظه. واخد بالك؟ وهناك قول بجوازه نظرا لكون الشرح والمتن كالشيء الواحد، لكن غالب النسخ فيها لفظ الرجل من المتن، وينتقد وضوء كل منهما الرجل والمرأة اللامس والملموس، لأن الآية بتقول أو لامستم النساء، لامستم من باب فاعلتم، والمفاعلة تكون من الفاعل والمفعول مش كده برضو. فالآية بتقول أو لامستم فيدخل اللامس والملموس، في قراءة أو لمستم يبقى يدخل فيها الفاعل بس، اللامس فقط دون الملموس، وعشان كده وجهين عند الشافعية، وجهين عند الشافعية، وجه اللي ينتقد وضوء اللامس دون الملموس، والوجه الراجح الذي ينتقد هو اللامس والملموس على قراءة لامستم. واضح الفرق؟ وينتقد وضوء كل منهما مع لذة أو لا، سواء كان تلذذ يعني شعر بشهوة أو لم يشعر. يبقى الشافعية لم يشترطوا وجود شهوة أو عدمها، اشترطوا بس البشرة على البشرة بلا حائل، أو عمدا أو سهوا، وسواء كان الحكاية دي هو متعمدها أو سهوا مش واخد باله برضو ينتقد، أو كرها يعني واحد مسك إيدك كده وراح محركها وعارف إنك متوضي وراجل شافعي قال لك والله لا أنقض لك وضوءك، وراح لمس لك ايد الست اللي راكبه جنبك الاتوبيس عشان ينكد عليك، صاحبك وبيغلس عليك، يبقى كرها هنا برضه انتقد. فهمت ازاي؟ كرها برضه انتقد، يبقى سواء عفوا او عمدا او بلذه او بغير لذه او باختيار او بشيء من هذا، كل ده ينقض الوضوء عند الشافعي. هيجي لك كل حاجه شروط، في خمس شروط عشان يعني. هتيجي كل حاجة. الصبر جميل، انتوا مذهبكم الصبر جميل ولا الصبر مفتاح الفرج؟ احنا مذهبنا الاثنين وجهين وناخد بيهم. كان في واد مسيحي كده في الفصل مع طفلة مسيحية في الفصل، يقول لها انت مسلمة؟ قالت له، قال لها انتوا عندكم الصبر جميل في الاسلام، يعني انتوا عندكم الصبر جميل؟ فقالت له احنا عندنا الصبر جميل. كلام الاطفال بقى مع بعضهم، وعندنا كمان قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد،
ولم يكن له كفوا احد. مش عندهم هم غلابه، لا عندهم الصبر جميل، ولا عندهم مفتاح الفرج، ولا عندهم قل هو الله احد واغلب من الغلب، ولا عندهم مفاتيح خالص. طب يقول لك ايه يا سيدي؟ ولو كان الرجل هرما، اصل ممكن يجي في بالك طب افرض الراجل كبير قوي عجوز يعني مش بتاع شهوه بقى، ده برضه لو هرم مش كده برضه ينتقدوا له. ولو كان هرما او ممسوحا يعني مقطوع الذكر، ممسوحا يعني ملوش ذكر اصلا، واخد بالك؟ عمل عمليه اتولد كده، او عمل عمليه اتشال، جال ورم خبيث فيه شالوه، او باب الخلق اتقفل عليه، اي حاجه، واخد او ممسوحا. يعني كل دي علشان الفقيه، الفقيه عايز يعلمك ازاي تتصور كل الامور علشان يبقى عندك حل لكل ازمه، عشان عايز يعلمك انك تعلم الناس، عايز يخليك راجل مسلم محترم ماله هدومك، اما تروح اي حته وتتعرض لاي سؤال تبقى عندك اجابه واضحه، مش تتلجلج عشان الناس تدخل في دين الله افواجا على ايديك، تبقى امورك واضحه. او كان احدهما حتى من الجن، حتى من الجن يعني بيقول لك افرض جنيه ظهرت ليك زي ما ظهرت لاسماعيل ياسين في الفيلم، وبعدين في صوره امراه ولمستها انتقد وضوء، طالما في ذكوره وانوثه، وانتقد وضوء الجنيه كمان، لان الجنيه ما هي مكلفه، الجنيه ما هي مكلفه، فهمت ازاي؟ كل دي تصورات بيقولها لك، وان كانت نادره الحدوث، قد لا تحدث الا في الافلام الخياليه، لكن هو برضه بيقولها لك علشان تبقى عارف حل فيه. ها؟ ما هي بتتشكل. الجن قادر ان يتشكل بالاشكال الشريفه، فممكن تيجي متشكله فتبقى محسوسه تلمسها. او كان احدهما من الجن ولو كان على غير صوره الادم، يعني جنيه انثى بس جات له صوره معزه، وهو عارف ان هي دي الجنيه اللئيمه الست، ولمس المعزه انتقد وضوءه. شفت ازاي؟ كل دي صور بيحاول يفهمها لك عشان تبقى راجل فقيه، تعرف حاجات دي نادره قد لا تمر على خيالك وقد لا تمر عليك لو عشت 100 سنه كمان، لكن هي كلها بيبين لك قد ايه خصوبه الفقه الاسلامي. حيث تحققت المخالفه في الذكوره والانوثه التي هي اول شروط النقد باللمس، اول شروط النقد باللمس ان ده ذكر ودي انثى. تتحقق الذكوره والانوثه ويتم اللمس بينهم، دي اول شرط. بلا حائل ثاني شرط. انه يبقى يشتهى الاثنين يشتهوا يعني يدركوا الشهوه، ده ثالث شرط. انه يبقى ما فيش محرميه على التأبيد، ده رابع شرط. وانه يبقى ما عدا السن والظفر والشعر، ده خامس شرط. يبقى خمس شروط لازم تعرفهم علشان يتم النقد باللمس، فهمت ازاي بقى؟ افهم الحاجات دي مهمة. دي وجهة نظر الشافعية في المسألة. لأن ربنا بيقول أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالشافعية فهموا لمستم النساء بالشروط دي الخمسة. ده معنى الآية عندهم في نقد الوضوء. لو رحت كتب الملكية تلاقيها مختلفة، رحت كتب الأحناف تلاقيها مختلفة. كله فهم كلمة لمستم النساء بطريقة تحتملها، يحتملها الشرع الشريف. وهو أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة فخرج بذلك الرجلان، يبقى الرجل لما يلمس الرجل ما يتنقضش وضوء، والمرأتان والخنثيان، والخنثى والرجل، والخنثى والمرأة، كل دول ما ينتقضش الوضوء بلمس بعضه. ثانيها أن يكون بالبشرة فخرج الشعر والسن والظفر، فلا نقض بشيء منها بخلاف العظم، إذا كشط فإنه ينقض. يعني لو اتقشط قريتها كده وبان عظمها ولمست عظمها انتقد وضوءك، خدت بالك ازاي؟ لكن لو لمست بالسن والظفر او لمست سنتها كده ما انتقدش وضوءك، او لمست شعرها، كل ده ممكن يحصل مثلا وانت راكب الاتوبيس وانت مش عارف ايه، تاخد بالك من الحاجات دي عشان تعرف انتقد وضوءك ولا ما انتقدش. والعظم برضو، ما هو العظم لما يتكشط انت الاول هتقشطه لو لمست البشرة على البشرة انتقد الوضوء، كويس؟ في اي حتة بجسمها، في اي حتة في الجسم، بشرة على البشرة
ويستثنى الظفر والعظم والسن، لان السن من العظم والشعر، لكن باقي عظم الجسم غير السن لو لمسته انتقل، لانه مش مستثنى، لانه مش مستثنى. فهمت المسألة؟ وارد بقى في الجروح والحروب والحوادث والحاجات دي كلها. ثانيها ان يكون بالبشرة فخرج الشعر والسن والظفر فلا نقض بشيء منها بخلاف العظم اذا كشط فانه ينقض. ثالثها ان يكون كل منهما بلغ حد الشهوة، يعني يدرك الشهوة حتى ولو لم يبلغ الحلم والتانية لم تبلغ المحيط، بس ادرك حد الشهوة عرفا عند ارباب الطباع السليمة. فلو لم يبلغ احدهما حد الشهوة فلا نقض. يعني راجل ولمس طفلة صغيرة ما ينتقدش وضوء. فهمت ازاي؟ لان لازم الاثنين يبلغوا حد الشهوة، الاثنين. فهمت؟ رابعها عدم المحرمية، انما تبقاش محرمه. فلو كان هناك محرمية ولو احتمالا فلا نقض. خامسها الا يكون بحائل، فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض. يعني الشافعية يقول لك لو لمس بحائل رقيق شفاف بشهوة لا ينتقل. ايوه محرمية دائمة المؤقتة تنقض، اخت الزوجة تنقض طبعا، وخالة الزوجة وعمة الزوجة واللي يتشددوا للزوجة، ما عدا ايه ام الزوجة لانها دي محرم على التأبيد، وبنت الزوجة المدخول بيها محرم على التأبيد. ما هو اصل كون المحرمية على التأبيد اما بالمصاهرة او النسب او النكاح، مصاهرة او النسب او ايه او الرضاع، مصاهرة او نسب او رضاع، احد ثلاث اسباب. واخد بالك؟ ايه اجنبية طبعا، لو اخوك مات ولا طلقها تروح تتجوزها عادي، صح؟ يبقى اجنبية ينتقد الوضوء بلمسه. خدت بالك؟ انت تصور المرأة دي لو يجوز انك تتزوجها ولو في يوم من الايام يبقى اجنبية. فهمت ازاي؟ لو يحرم عليك انك تتزوجها الى الابد زي الخالة والعمة والام والاخت وام الزوجة المدخول بيها وبنت الزوجة المدخول بيها، خدت بالك ازاي؟ وزوجة الاب اللي عقد عليها الاب وزوجة الابن اللي دخل بيها، كل الحاجات دي ما ينفعش انك تتجوزهم خالص على التأبيد. يبقى دول لمسهم ما ينتقدش الوضوء، ما ينتقدش الوضوء. الزوجة محل الشهوة المعتادة، يبقى تنقض الوضوء بيها طبعا. الزوجة ما هي اجنبية عنك، والا لو مش اجنبية ما كنتش اتجوزتها، كان يبقى جواز باطل، كان يبقى جواز باطل. ما انت لازم تتجوز واحده يصلح زواج بيها، احنا بنتكلم المحارم يعني اللي ما تنفعش تتجوزها. فهمت ازاي؟ انما دي نفع اتجوزتها يبقى انتقل وضوء بلمسها لانك اتجوزتها. اكبر دليل ان هي نفع انك اتجوزتها. واخد بالك ازاي؟ هو انت يعني مش بعد الجماع مع الزوجه مش بتقوم تغتسل؟ بتقوم تغتسل؟ طيب واخد بالك ازاي؟ فنفس الحكايه. لو عقد، لو عقد تحرم بالعقد. يبقى خامسها الا يكون بحائل، فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض، ويعلم غالبها من كلام المتن والشارح. ولو تصور رجل بصورة امرأة، اسماعيل ياسين لبس ست وانت لمسته ما ينتقدش الوضوء، صح؟ راجل لمس راجل لابس ست ومتزوق بقى وعامل ايه زي ما بيجوا في التلفزيون يضحكوا الناس على منظر، حرام طبعا المنظر ده الشاب حرام. لو لمسته انتقد ولا ما ينتقدش؟ لو تصور رجل بصورة المرأة او عكسه فلا نقد في الاولى. طب والمرأة لبست راجل ولمستها انتقد برضه، ما هي ست. فهمت ازاي؟ امرأة ادي معناه او عكسه، ففي الاولى لا ينتقد وفي الثانية ينتقد. واضح الكلام؟ احنا مالناش دعوه بالشهوه، احنا بنتكلم ان ذكوره وانوثه ولمسوا بعض بالشروط الخمسه يبقى انتقد الوضوء على مذهب الشافعي. خدت بالك؟ وينتقد الوضوء في الثانيه للقطع بان العين لم تنقلب وانما انخلعت من صوره الى صوره. واما لو مسخ الرجل امراه او عكسه، حصل المسخ. المسخ ده عقاب من الله سبحانه وتعالى، ربنا راح ماسخ راجل امرأة أو مسخ امرأة رجل، محتمل يحصل في الأمة وإن كان نادر وقوعه لكن محتمل.
ما هو من علامات القيامة ان ناس هيمسخوا في صورة ايه قردة وخنازير وهم قاعدين يسكروا طول الليل ورقصة بترقص، دي من علامات القيامة ان امة النبي هيمسخوا في اخر الزمان الى قردة وخنازير، واخد بقى؟ فيبقى المسخ قد يقع. طيب افرض بيقول لك هنا واما لو مسخ الرجل امرأة او عكسه فان قلنا بانه تبدل عين تغير الحكم، لو قلنا ان المسخ تبديل عين يبقى تغير الحكم، وقلنا ان المسخ تبديل صورة يبقى الحكم ثابت، واضح؟ يبقى بتنبني على المسألتين ففيها رأيين. وان قلنا بانه تبدل صفة لم يتغير، ولو مسخ حجرا فكذلك، اتمسخ حجر والمسته، فاذا قلنا ان المسخ برضو تبديل عين او صورة نفس القصة، فيبقى ليها فيها وجهين. ويحتمل الجزم بعدم النقد لو كان حجر، ولو مسخ النصف حجرا دون النصف الاخر، نصه حجر ونصه، فيتجه النقد بالنصف الباقي اللي هو ما اتمسخش، وفي النصف الممسوخ حجرا ما تقدم. ويحتمل ان يجعل النصف الحجري كالظفر ولا ينقض الوضوء ولا ينقض العضو المبان ولو وجد جزء امرأة، يعني واحد شاف ذراع امرأة حادثة ودراعها انفصل وانت شلته، ينتقد وضوءك ولا لا؟ ده عضو مبان، لا ينتقد، لا ينتقد بالعضو المبان اللي هو المنفصل تمام. خدت بالك؟ حرام 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 قطعا. لو كنا برضو هنقول فيها نفس الحكم برضو، تغيير صورة ولا تغيير عين نفس القصة هتبقى فيها المسألة. ولا ينقض العضو المبان ولو وجد جزء امرأة، فإن كان بحيث يطلق عليه اسم المرأة نقض وإلا فلا. دراع امرأة ما يطلقش على امرأة، لكن جزع المرأة ورأسها وشلناه لما يحصل انفجار لغم وحاجات زي اللي بتشوفها في الأخبار في فلسطين وفي العراق وكده، تحصل حاجات كده. فإذا كان الجزء المبان ده يطلق عليه امرأة يعني غالبها، يبقى ينتقد الوضوء بإيه؟ بلمسه. لو كان ما يطلقش عليه امرأة لأن دي أجزاء منها فلا ينتقد الوضوء بلمسه. الأجنبية أي يقينا، نقف عليها لأن دي فيها تفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم، عشان مش عايزين نطيل عليكم وعلشان كمان نلحق الأيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، نستغفر ونتوب إليك. أيوة، حتى لو لمس الميتة، لو لمس الميتة فيها عندنا ينتقد الوجه. هتيجي المرة الجاية إن شاء الله.